السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخواني في قناة أنوثة دي جي جي، قناة للوصفات الطبيعية المجربة. اليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا عن تساقط الشعر، إن كنتم مهتمين بهذا الموضوع، كذلك عن نعومة الشعر والتخلص من تجعيد الشعر والتقصف وجعله صحيا. راح نعطيكم تجربتي إن شاء الله وراح تفيدكم. إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. المهم أنا اليوم صراحة نحن نحكي على زيت القنفذ، إذا كنت سمعت به هو يباع في الجزائر، الثمن تاعو يدير 50,000، كان الناس تبيعو بخمسة وأربعين ألف فقط. إذا ها هي ليكم القارورة تاعو زجاجية، فيه 125 مليلتر زيت القنفذ. وش الميزه تاعو؟ اولا يساعد على علاج الصلاه، فراغات الشعر والشعر الخفيف، بمعنى انه يكثف، يعني يعالج مشكلتين بحاجه واحده. لا علينا، نروحوا الان. التركيبه تاعو هي قال لك مستخلص من دهن القنفذ، يعني الدهن تاع القنفذ. وهنا نشوفوا كفا رسمين، بالإضافة أنه حبيت فقط نقول أني احنا حكي تجربتي، مانيش نشجع فيكم تشتروا الحاجة هذه أو شيء، أنا فقط رح نحط حاجة ممكن تستفيدوا منها. إذا البنات أو إخواني أخواتي، إذا كان عندكم تساقط في الشعر، أنا في الفترة هذه طبعا كنت نستعمل زيت حب الرشاد، هايل هل بزاف، كنت تحطوه على فروة الرأس تحسوا بالحرارة تاعو، ينشط فروة الرأس. فاجتني قارورة من زيت القنفذ، فاستعملت في الليل، كنت نستعمل زيت حب الرشاد، وفي النهار نرش فقط رشات، يعني زخات، لانه فابور دفابوري بيه نورمال. سمحوا لي دقيقة، هاوليكم شوفوا هكا، يعني غير دفابوري، اللون تاعو اصفر، جاي هكا اصفر عسلي. اذا ومليح بزاف. وشي الميزه تاعو اللي عجبتني، انه وقف لي التساقط، وشفت نمو شعيرات جديده، يعني هذاك الزغب بدا يظهر، وهذه يعني بادره على انه زيت رائع جدا. تخيلوا في اسبوع فقط. راح نكمل طبعا نجرب هذا المنتج، لاني شريت منه زوج تاع قرع، ونقول لكم ايضا النتائج بعد شهر او شهر ونص هكا، اسكو راهو طول لي شعري او لا. لكن للامانه انا في هذه الفتره كنت نستعمل في زيت حب الرشاد، فإذا كنتم راح تستعملوا نظام للشعر لتقويته وتطويله واسترجاع القوة واللمعان، وكذلك حيولي سهل التسريح، استعملوا زيت القنفذ في النهار. إذا كان شعركم جاف بزاف، ديما ديروا رشات على الأماكن الجافة ومساجوها مليح، وقبل النوم حطوا فقط على الأصابع هكذا شوية حب الرشاد، وروحوا لهذيك الأماكن تاع مقدمة الشعر والفراغات اللي عندكم، حكوها مليح 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 حتى تحسوا بحرارة الزيت. أنا هنا استعملت زيت يعني لمارك تاعو جزائرية، لكن تقدروا تستعملوا أي ماركة، عجبني هذا صراحة، خاصة أنه كي حطيته يعني حسيت بالحرارة تاعو. إذا فهو فعال جدا، وانتم أحرار طبعا تشوفوا واش تحبوا، لا أروج لأي ماركة. اذا الروتين تاعنا كيفاه؟ اول حاجه نرشوا زيت القنفذ على الشعر تاعنا ونمساجوه مليح، ونتاكدوا انه اصلي، نشرو من مصدر موثوق. ها هي ليكم، انا اللي استعملته هذا، قرعته زجاجيه وكاين فيه الكاشي تاعو هذا، ومكتوب عليه طبيعي 100%. هاو ليكم شوفوا العلبه، ها هي تلقوا فيها، هذه ثاني كاتبين فيها اوريجينال. ها وهنا كاين القنفذ، في 125 مليلتر، في 25 مليلتر، يعني كادو بونيس. اذا تستعملوه البنات اللي عندهم شعر جاف متقصف، كان عملتوا ليماج، كان عملتوا البلاتين وطح لكم شعركم، اذا كنتوا دايرين ديكاباج لازم عليكم تستعملوا الزيوت حفاظا على تساقط، حفاظا على عدم تساقط الشعر، بالتالي راح تخسروا شعركم. اذا البنات كانت هذه تجربتي، فقط راح نقول لكم كيفاش الشكل تاع القاروره. ها هو كما تشوفوا، جي في هذه وجي هذا تاع زجاج، اللون تاعو كيما تشوفوا جاي على اصفر، ما فيش رائحه، ما في حتى رائحه، خفيف على الشعر ويخليه سهل التسريح، خاصه البنات الصغار اللي عندكم، كاش واحده تكون عندها بنتها شعرها يكون خشين،
ويتساقط تعملها هذه. زيت حب الرشد ما تعملوش ولاد صغار، تعملوه انتم فقط. الرجال ايضا لازم تعملوه، خاصة اللي يعانوا من الصلع الوراثي، يعني يحاولوا على قد ما يقدروا يستعملوا زيت حب الرشد على الاقل قبل النوم، يعني قطرات، وتمسجوها مليح باش تحافظوا على بصيلة الشعر وباه تحافظوا على الشعر من التساقط. اذا البنات ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو. انا صراحة في اسبوع شفت النتائج رهيبة وهيلة بزاف، بقى طول الشعر راح نستمر عليه حتى اسبوع ولا شهر، ونقيس الشعر تاعي ونقول لكم هل يطول ولا لا. اذا كان هذا هو فيديو اليوم، ما تنسوش البنات تشتركوا وتفعلوا جرس. اذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم، نحبكم بزاف، والسلام عليكم.